الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السائل يقول: هل التمويل الأصغر يجوز؟ ناس البنك يشتري لك الحاجة وأنت تدفع لهم بالقسط، هل يجوز؟ ما بيجوز التمويل الأصغر، لأنه التمويل الأصغر أصلا مبني على أنك تتفق مع البنك على السلعة، وإنك أنت بتشتري من البنك قبل ما البنك يشتريه. وأنت بتجي ناس البنك وتقول لهم: أنا داير لي سيارة مثلا، داير لي سيارة. فناس البنك بيقول لك: أمشي جيب لنا فاتورة مبدئية للسيارة دي. تمشي تجيب لهم فاتورة مبدئية السيارة ب100,000 مثلا، تمام؟ بعد ذاك ناس البنك بيقول لك: وقع معانا إنك أنت حتشتري مننا السيارة دي ب120,000 بالأقساط. أنت بتوقع معاهم بعد ما هم ضمنوا إنه أنت بتشتري منهم، يا دوب بيمشوا بيشتروا. إذا هم باعوا لك قبل شنو؟ قبل ما يشتروا. وده من بيع ما لا يملك، وده بيع حرام. وأي زول بيقول لك ده حلال غش عليك بس. طيب، هل يجوز السكن مع المنافقين والمشركين الذين يلبسون الحجابات والذين يزنون أيضا؟ ديل تنصحهم لو تابوا تسكن، ما تابوا شوف لك محلة تانية، مش أسكن في الجامع. قال: ما الدعاء بعد صلاة الجنازة للإمام؟ بعد صلاة الجنازة ما في دعاء تاني. في ناس هسه بعد ما انتهت الصلاة على الجنازة طوال يقوم لك: ما صوفي، ما فاهم حاجة، طوال يقول لك الفاتحة. ليه تاني الفاتحة؟ ليه يعني؟ دعاء شفاعة، والصلاة ما هي الشفاعة ذاتها؟ الشفاعة في الصلاة على الجنازة، لما جاء في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أصل الشفاعة في الصلاة على الجنازة. أنت بعد ما صليت على الجنازة بعد تشيل الجثمان وتدفن طوالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. لكن ماذا قلت؟ تسوي لك إجراءات تاع الصوفية، واحد يجي يجيب لك تلقى رافع يده نص ساعة: وأموات أموات المسلمين وإنه يا زول. أنت أموات المسلمين ادعو لهم في صلاتك، ادعو لهم في وقت الإجابة من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، ادعو في أي وقت، لكن ما محل تدعو فيه أنت الآن، ده ما مكان. الدعاء بيكون داخل الصلاة تحت الجنازة. أنت صلاة الجنازة كبرت التكبيرة الأولى، قريت الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة تدعو للميت، كويس؟ التكبيرة الرابعة تسلم طوالي، سلمت شيل الجنازة دي والغبر طوالي، ما في أي حاجة ثانية. بعد ما دفن في موضع للدعاء، بعد ما يدفن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تنزل الملائكة في الوقت ذاك بيسألوه: من ربك وما دينك وما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ بيسألوه الأسئلة دي وانت في الوقت ذاك تدعو له ربنا سبحانه وتعالى يثبت على إجابة السؤال الإجابة الصحيحة. وطبعا الإجابة الصحيحة ما تتخيلها انت زي الأسئلة بتاعت امتحانات الدنيا هنا، انت مش تحفظ الإجابة. من ربك؟ الله. احفظ كويس، ها؟ من ربك؟ الله. ما دينك؟ محمد الإسلام. ما نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تقدر بيحفظوها؟ الإجابة بالعمل، عملك في الدنيا هنا عشان تجاوب من ربك الله إجابة صحيحة. انت في الدنيا هنا تكون بتعبد الله وحده، لكن انت لو قمت عليه حيلك اوه يا الكباشي، انت قاعد باقي لك بتجاوب بعدين صح؟ ما بتجاوب صح، لأنه من ربك دي مبنية على عملك انت في الدنيا، عملك في الدنيا، انه الله سبحانه وتعالى عندك هو المعظم اللي بتحلف به واللي بتناديه واللي بتنده الله سبحانه وتعالى. لكن مما يكون عندك كم فقي واحد بتمشي له للجنة، واحد بيجيب لك الموبايل الرايح، فهمت؟ لو عندك آلهة مع الله عز وجل ما حتقدر تجاوب بعدين. لذلك قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا
ده الصدق ربنا مثبته. اللي آمن في الدنيا هنا آمن ومات على الإيمان. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة دي العلماء قالوا ده سؤال القبر في الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب السائل بيقول امرأة توفي عنها زوجها هل يجوز لها أن تكمل العدة في بيت أختها ولكن لا أحد يخدمها إلا مع أختها؟ إذا كان لعذر زي ده يجوز لها تكمل العدة في بيت أختها أو في بيت أهلها أو في بيت زوجها، يجوز لها إن كانت لعلة هذه. طيب قال سمعت من أحد الدعاء يتكلم عن أنصار السنة بعبارة أبدقون، فهل يعتبر استهزاء بالدين؟ شوف أول حاجة أنصار السنة ديل هم الطريق بتاع السلفية الصحيح فكوه، بقوا شغالين بتاع الشغل بتاع حزبية، دي انت معلومة أولى عارفة. أما بعد ذاك كونهم عندهم دقون عندهم لحية أو دقن، إحنا بعبارتنا السودانية بنسميها دقن، تمام؟ وفيها ذاتها من ناحية لغوية صحيحة يعني ما في إشكال، وتسمى لحية. في النهاية أي طعن فيها أو استهزاء بها ده ما استهزاء بأنصار سنة، ده استهزاء بالدين. فهمت كلامي؟ ده استهزاء بالدين، لأنه اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة. خد بالك من السنة وحكمها واجب، لأنه في ناس الواحد ما تقول ليه من السنة يقول لك هاي ولا أنا ما سنة بس يعني ما واجب عليه سنة، لا لا فرق. في هي ثبتت بالسنة لكن السنة ذات عندها أحكام، من السنن في أشياء واجبك، من السنة أي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، تمام؟ لكن حكمها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى. وفر دي معناها أحلقة، أنا دار أعرف وفر دي معناها شنو، ولك وفر اللحية، أرخو اللحى، حديث عبد الله بن عمر في البخاري دي رواية برضو، وفروا اللحى، أرخو اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. في طبعا جماعة جيت فلسفوا قالوا مش النبي قال خالفوا اليهود والنصارى؟ خلاص هسه اليهود بيجوا يربوها، نحن نخالف ونحلقها. انت ما فاهم الحديث؟ ما فاهموا كده يعني، يعني انتوا اشتغلوا مع اليهود ديل ها؟ اشتغلوا معاهم كده بس ونحلقوها؟ ربوها، ربوها وحلقوها، ما قال لك كده هو ثبت لك الامر اول حاجه، قال لك وفروا اللحى، ده كده امر. بعد ذاك خالفوا اليهود لانه اليهود ما اطاعوا نبيهم، ما اطاعوا انبيائهم، فهمت؟ عشان كده قال لك خالفوا اليهود في عصيانهم للانبياء، ان تطيعوا الانبياء، تمام؟ او نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بجميع الانبياء. قال الامام السيوطي والامام النووي هل هم صوفيه وهل يجوز اخذ العلم منهم؟ ديل ما صوفيه، السيوطي والنووي هم ما صوفيه، وان كان السيوطي عنده كتب كثيره جدا نصر فيها بعض البدع وقال فيها باشياء مخالفه، لكن العلماء ما يعتبرون السيوطي من الصوفيه. والنووي عليه رحمه الله تمام، اما الامام النووي عليه رحمه الله فهو امام سلفي سني وعلى السلفيه، وعنده بعض الكلمات فيها نصره لمذهب الاشاعره، ما كله كمان، في بعض الصفات تمام على مذهب الاشعريه، لكن هو من امام من ائمه اهل السنه وعالم جليل. والعلماء جميعا ما سمعنا بعالم واحد يقول النووي مبتدع ولا صوفي ابدا، انما في شباب من الشباب المرضانين تبع لفرقه اسمها الحداديه، ودي فرقه مجرمه اصلا، ديل حرب على علماء السنه،
دين يقول لك انه اذا مبتدع وحرق وكتبه وكذا. الشيخ مقبل عليه رحمة الله قال كلمة جميلة، قال ولولا أن التحريق بالنار لا يجوز لقلنا يجب أن يحرق هؤلاء الذين قالوا تحرق كتب النووي. قال اللي بيقولوا يحرق كتب النووي ديل مفترض يحرقوهم هم، لولا أن التحريق بالنار لا يجوز. كويس، لأن الإمام النووي إمام نصر السنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان وقعت له بعض الأخطاء في التأويل بعض الصفات وكذا من مذهب الأشعرية. ونبهنا أخونا مزمل هسه لأنه السيوطي عنده كلمات يذم فيها الصوفية، يتكلم فيهم كلام شديد، أنا ما أحفظ هذه الكلمات. طيب، قال قصة العبد الصالح في سورة الكهف، ما هو العلم اللدني الذي يتحدث عنه الصوفية في سورة الكهف الذي يعطي للعبد الصالح؟ لعله بيقصد الخضر، خضر عليه السلام، والخضر نبي من الأنبياء. أول حاجة أنت معلومة خدتها معك، والصوفية طبعا هم حريصين على أن يقول لك الخضر ده ما نبي. ليه؟ عندهم منها فهم، يقول لك الخضر ما نبي عشان نجي يقول لك ده ولي صالح، وكان في زمن موسى، وهم بيقولوا من أتباع موسى عليه السلام، وما من أتباعه، يعني ما ربنا ما أرسل موسى عليه السلام للخضر أو لقوم الخضر. الخضر كان من قوم براهم، وموسى لأنه زمان الأنبياء ما زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لشنو؟ لجميع الأمة. أما الأنبياء زمان النبي يكون مرسل لقومه بس، القوم الثانيين ما تابعين له في الرسالة. كويس، الصوفية يقول لك الخضر، الخضر كان ولي وما اشتغل بشريعة موسى، يعني كان شغال بالعلم اللي عنده هو. عشان كده ده يصلوا لك، لانه الصوفي ممكن يجيب لك حاجه في الدين جديده، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جابها، ويقول لك زي ما الخضر خالف موسى نحن بنخالف النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاه والسلام. وده اول حاجه جهل وكذب وافتراء كويس. الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، ده هو المعلوم، نبي من الأنبياء. ليه؟ لأنه لما تكلم مع موسى عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، يعني أنا الكلام اللي عملته ده ما عملته من عندي أنا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني ده ما من أمري أنا. ربنا سبحانه وتعالى قال وعلمناه من لدنا علما. إذن الخضر نبي، صحيح مسلم قال الخضر لموسى قال لي أنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه أنا. إذن الخضر ربنا علمه زي ما علم موسى، والخضر نبي كما موسى نبي عليه السلام، لكن موسى أعظم. كويس، إذن ما بجوز لك يا صوفي أنت تجي تقول لي أنا على علم محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده. تقدر تقول كده؟ تقدر يا صوفي تقول لي أنا عندي علم النبي ما عنده؟ تبقى كافر كفر أكبر، مركت بر الدين. فهمتني؟ لأنه أنت ما نبي، في ولي صالح نبي، من أبصلع ده نبي، البرعي نبي، ما في نبي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. بعد ذلك ما بيجوز لك تستدل بقصة الخضر انه في علم لدني، يقول لك ده علم لدني لانه قال واتيناه من لدنا علما. لدنا هنا يا اخواننا ما معنى في حاجه للدنيه، لا، لدنا اي من عندنا، كما قال تعالى قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. طيب في له لدني، زي ما هناك علم لدني، ماذا حيث ما علم لدني أو كذا، لدنا معناه من عندنا. ربنا علم الخضر عليه السلام علم، وما بجوزك تستدل بقصة الخضر، والخضر مات ما قاعد هسه. صوفي يقول لك الخضر لا قانا بيجاسه.
ولك واحد شحات كده ده كان مد لك يده زول وسخان وشحات. شوف بالله بيسيئوا للانبياء كيف. يقول لك وسخان وشحات لو مد لك يده هترجعه ساي ده الخضر. وطبعا دي الصوفيه دارين يشحدوا بيها عشان الصوفي يلف هناك ويجيك وذاته يلف هناك ويجيك عامل لك فيها مسكين كده. عشان انت لو مديت يقول لك اوه الخضر ما اديته خلاص انت امورك باظت. يا هذا الخضر شنو ده صوفي؟ خضر ما زمان يا اخي. خضر عليه السلام ما زمان، لكن الصوفي ده يحتال عليك عشان يجيك في اي وقت يمد لك يده تديه طوالي. يقول لك لو ما اديته اذا انت ما اديت الخضر عليه السلام وانت حديك مصيبه. خضر كله ده. طيب السائل بيقول هل للكافر توبه؟ نعم. اكبر كافر لو تاب ربنا بيقبله. اكبر كافر في نظرك انت شايفه. بس قبل الموت يعني قبل ما الروح تبلغ الحلقوم تاب ربنا بيقبله. ربنا جاب الناس اللي قالوا الله ثلاثة لقد كفر، مش ده الكفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أها الآية البعدية ربنا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ذول قال الله ثلاثة تاب الله بيقبله. ربنا قال في سورة الأنفال قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأكبر كافر إذا تاب من الكفر بتاعه مهما كان عدو لله سنين وفعل ما فعل، وده من رحمة المولى جل وعلا إنه الإنسان إذا وفق للتوبة وتاب من تاب تاب الله عليه وغفر الله ذنبه مهما كان. ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أصل أنت ما تغلط من رحمة الله، ربنا بيغفر الذنب مهما كان بس بشرط تتوب منه توبة صحيحة مش توبة بتاعت كذب، مش توبة كذب تعمل فيها توبة ساي وانت ما توبت كذاب، لا توبة صحيحة تندم على الذنب، تعزم على انك انت معدود عليه مدعود له ثاني، تحرص على التوبة في الحال ما تسوي في التوبة، تبت بهذه الشروط. ولو في حد من الحقوق ترجع لأهله، يعني انت كنت نشال قشيت قروش بتاعت ناس كثيرة جدا ماذا تقول تبت ساي؟ لا دي فيها شرط زايد هنا. بعد ما تبت الشروط اللي قلناها قبل ترجع الحق لأهله، رجعت لهم حقهم خلاص كده التوبة مقبولة. لأنه الذنب لما يكون فيه حق ناس كده التوبة بتاعتك فيها شيء حق الله وشيء حق الناس. حق الله ده بتقول توبته بس، ربنا ما كريم بس قول توبته خلاص ربنا بيقبلك بالشروط اللي ذكرناها. أما حق الناس لابد ترجعه أو تستعفي منهم، تمشي تقول يا فلان والله أنا قبل كده شلت منك كده يا أخي أنا ما عندي لك هسه والله وأنا هذا والله خلاص كبرتك احتمال اموت يا اخي اعفي لي. قال لك عفيت لك خلاص انت كده نظفته، نظفت حق الزول نظف مع الله سبحانه وتعالى بالتوبه النصوح. توبه النصوح تغيير بالذنب، تعزم على عدم العوده للذنب مره اخرى وتندم على ما فات. قال نسمع يا شيخ هناك جرى طباعه تحريف كتاب القران في امريكا، فما هو ردكم على هذه الإشاعات؟ ردنا الآية سورة الحجر، المولى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا أمريكا لا بوركينا فاسو ما في ذلك بيقدر يحرف القرآن ده. القرآن ده كده لمن يرفع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيرفعه في يوم من الأيام قرب الساعة يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور. تجي أنت تقرأ القرآن في صدرك تلقى ما في لحد ما يرفع، لكن يحرف القرآن ما بيحرف، ثق تماما ما بيحرف إلا التحريف من باب تحريف المعاني. الآن ده التحريف الموجود في الأمة، تحريف البدع، فهمت؟ زي يحرف لك المعنى زي الصوفية قالوا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، فهمتوا حرفوها كيف؟
ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، يعني اجعلني مع الصالحين. ده المعنى كده، الحقني بالصالحين، اجعلني معاهم يوم القيامه. لانه ربنا قال اولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يعني المعنى الايه يا ربنا اجعلني رفيق للصالحين يوم القيامه. الصوفية حرفوها كيف؟ قالوا والحقني، الحقني يعني الحقني، الحقوني، الحقني بالصالحين. وده معنى باطل وتحريف لمعاني القرآن، أما التحريف لنص القرآن ما يقدروا عليه. طيب قال أنكر الشيخ العجوز حسن الترابي شعيرة الصفا والمروة، صحيح أنكرها في محاضرة في جامعة الخرطوم أنا كنت قاعد. قال شنو يعني؟ قال السعي بين الصفا والمروة، جاري وجاي، قال جاري وجاي في شنو؟ قال ده مجرم، ده ده المجرم كذا. وربنا قال لك كذا، ربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ركن من أركان الحج، ركن من أركان العمرة. العمرة ثلاثة أركان، السعي والطواف والإحرام. الحج أربع أركان، الإحرام السعي الطواف الوقوف بعرفة. ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. أنكر الترابي ساكت بده فلهمة، فلهمة ساي جاري وجاي، قال جاري وجاي ليه؟ والله قال لي اجري وتعال. شنو جاري وجاي ليك؟ الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف، فهمت؟ فده ده المجرم ساي، ما عنده موضوع ده. طيب يقول هل يجوز دراسة علم الفلسفة؟ ما بجوز، علم الفلسفة ده نظريات ساي وكلها كذب وبغلطوا حقائق، هذول الحقيقة موجودة قدامه. يعني انت عارف بتاع الفلسفة ممكن يجي يقول لك انا دار اناقشك، تناقشني في شنو الله هذيك؟ يقول لك ده ما ميكروفون يا اخي، ما هذا ميكروفون قدامك؟ يقول لك لا، احتمال يكون طماطمة. يا ذو الطماطمة كيف هذا ميكروفون؟ لا لا، يقول لك الحقائق، الاشياء ليس لها حقائق ثابتة، يعني يبقى الليلة ميكروفون، بكرة عجورك، بعد بكرة بمبية. ده انت عارف واحد من اهلنا قام ولده قماشه قرا، قال بقى دكتور في الفلسفه، كنت بساعة طبعا دراجة، قال لا ولدي انا عندي وجع فيني، قال لا 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 انا ما دكتور بتاع دي، انا دكتور بتاع فلسفه. قال له شنو يعني فلسفه؟ قال له طبعا بياكلهم، قال له الدجاج اللي قدامنا دي، ها انا يا ابوي ممكن اقنعك انها دجاجتين. ابوه اصلا ما نظم معاه كثير، شال اللي قدامه دي، قال له تشيل الثانيه. إذا تم ده شنو؟ هذه دادة واحدة قاعدة قدامي. فدل الفلسفة دي، ده علم بيسموها السلف بيسموها الصفصطة، يعني لولوة، فهمت؟ خلاصتها كده، تقرأ فلسفة يعني تبقى بتاع لولوة، تلف وتدور في حقائق واضحة. واحد من السلف جناقش واحد من المتصفصطة ديل ذاته، ذاك ناقشه، أول ما جاء في النقاش قام ربط حمار هناك، الحمار بتاعه ربطه بعيد، وجا قاعد بناقش العالم السلفي. طبعا كل ما يناقشه في حاجه يقول له هذه كذا، يقول له لعلها ما كذا، يقول له هذه معلومه لعلها ما معلومه، هذه ايه لعلها ما ايه، ما لولو كذا ساي. ده لما خلاص عرف الفيو، قال له ولد قام يسوق حمار، الراجل العاطل ده سوق حمار، ده قال له امشي بيه كذا ولا كذا. اول ما انتهت المناظره جمارك بهناك عايل لحماره، حماري سرق، قال له لعله لم يسرق، لعله قاعد يا لمش يفتشوا. فالفلسفة علم بتاع لف ودوران، وعند السلف زمان ده بسموه علم الكلام. قال لي قد عبارة علم الكلام يا هدي ذاتها، علم الكلام، وده من العلوم المزمومة عند السلف، وحذروا منه العلماء ما تدرس علم الكلام. وده السبب تلقاه في كتب الصوفية، لف ودوران كتب الصوفية، فهمت؟ كتب جماعة الأزهر برضو ديل في الجامعات هنا بدرسوها، في كلية الآداب جامعة الخرطوم وفي كليات كثيرة بدرسوها. والزول اللي بيدرس علم زي ده بيطلع زول مرضان كبير، مرضان يغالط في الحقائق الواضحة، وما بيستقيم دينك أبدا وانت بتتعلم فلسفة ولا بتقرأ الناس الفلسفة. عموما الزمن ما بيتسع، إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل باقي الأسئلة.